حملت ناس كتار وكنت رمز العار، كنت انت القصاص وصرت رمز الخلاص. لما حملك البار صليب اللي كنت عنوان موتي، كنت بعيني رمز الخطيه، صرت الهويه لكل الابرار. احبائي المشاهدين، الله معكم بفقره جديده من خلاص العالم. احبائي، بهالفقره بدي اتامل انا وياكم بحب الله الآب لإلنا، وبدنا نتأمل كيف أن الصليب هو علامة حب الله لإلنا، حب الآب السماوي. إنجيل يوحنا بيقول بالفصل 8: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم. هل هكذا أحبائي؟ الله فرجينا هيدا الحب، إنه بعت ابنه يسوع المسيح يموت كرمالنا على الصليب. هل هكذا؟ مش بس عم تفرجينا الصليب، عم تفرجينا هالكيفية اللي الله حبنا فيها. وليكو بأي عمق، وليكو بأي طريقة، بتعرفوا إنه الصليب كان علامة الهزء والهوين، وكان علامة الأشخاص الملعونين والمحكومين عليهم بالإعدام لأكبر المجرمين وأكبر الخطأ وأكبر الناس اللي تعدوا على الإنسان وعلى الشريعة، كانوا ينحكم عليهم بالصليب إعدام. كانت هيدي على الطريقة الرومانية، ولكن الله اختار هيدي الطريقة تيفرجي عمق حبه للإنسان وقدي حبه كبير. مش بس اختار العلامة، أراد أنه ابنه يموت على الصليب كرمال كل إنسان. يعني أعطينا أغلى ما عنده، أعطينا أحب حدا على قلبه. ومين أحب على قلب الآب أكثر من الابن؟ الأحبة به وهبه كرمال كل واحد منا، كرمال كل واحد منا. أحبائي، بيقلنا القديس يوحنا الآب هلقد حب العالم، هلقد حب البشر، انه تبنيهم كلهم بابنه يسوع المسيح. وعلامة التبني كانت انه الابن مات على الصليب، دفع ثمن خطاياهم. فالاب هيك ارتضى بموت الابن تيخلص كل واحد منا. بقول البطريرك دويهي: الله الاب حتى بمطرح المطاري حبنا بابنه ومثل ابنه وعشوي اكثر من ابنه. اذا بدنا نفهم بمنطقنا البشري، عشوي اكثر. احبائي، يمكن إذا قلنا حق نقول، يمكن بار إكزاجيراسيون عم نبالغ، ولكن تنقول وقصده البطرك إنه عادة نحن منضحي بالشيء من بالحدن اللي منحبه أقل. فالإيه ضحى بابنه كرمال كل واحد منا. يعني قدي حبنا، قدي حبنا. يا ريت منتأمل أحبائي بهالحقيقة، تنشكر ربنا، تنشكر أبوته، ونعرف نكون أبناء حقيقيين لإله، لأنه بابنه افتدينا وبابنه دفع دمه ثمن خطايانا، ثمن شرورنا، لأنه بشر نحن خطأ، إنسان بيع على الخطيئة مثل ما بيقول مار بولس، ولكن اشترانا بينا بدم ابنه يسوع المسيح. مشان هيك أحبائي، فلنشكر هذا البي السماوي ونحبه ونعطيه حياتنا، ونعرف نحبه ونعرف نحب إخوتنا حبا فيه، لأنه حب الله بيمرق بحب الأخوة. خلينا نعيش المحبة، سر الصليب بحياتنا. آمين. حملت ناس كتار وكنت رمز العار، كنت انت القصاص وصرت رمز الخلاص. لما حملك البار عنوان
الموت انت كنت بعيني رمز الخطيه صرت الهويه لكل الابرار.